ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمرح. هذا الطرف الثاني المقابل للخوارج المرجئة، سموا مرجئة من الإرجاء وهو التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، فقالوا الأعمال لا تدخل في الإيمان، ولذلك سموا بالمرجئة. فلو أن الإنسان آمن بقلبه، آمن بقلبه أو آمن بقلبه ونطق بلسانه ولم يفعل شيئا، لم يصلي، لم يزكي، لم يأتي بالأوامر، لم يتجنب المحرمات، فهو مؤمن، فهو مؤمن عندهم كامل الإيمان، وهذا مذهب باطل، هذا مذهب باطل فيه تعطيل الأعمال نهائيا. نعم.